السلام عليكم، لا تنسوا الإعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد إن شاء الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، تحياتي لكم وأهلا وسهلا بكم، ورجعنا لكم من جديد وأهلا وسهلا بكم وفيديو جديد حول ما هي أو كيف تكون الريشة المقلوبة. معكم زياد هادي أستاذ آلة العود ونظريات من العراق، شرف إلي الكبير. بالبداية أحكي عن الدورات الموسيقية، أتحدث عن الدورات الموسيقية اللي هي أونلاين واللي هي 8 محاضرات في الشهر. ممكن الاستفسار عن طريق الواتساب الموجود أسفل الفيديو، وهذه الدورات أونلاين طبعا، أو عندنا اللي يحب أنه يذهب له إلى بيت طالب يكون قريب في بغداد. أنا حاضر. اليوم إحنا عندنا الريشة المقلوبة مفيدة لك بالعود، وهي ضرورية تتمرن. إحنا مشكلتنا بالعود إنه دائما حب لي يتعلم العود رأسا يذهب إلى إنه الأغاني وغناء وعزف ويترك التمرين، وهو هذا غلط، صدقوني هو هذا غلط. وكثير من فيديوهات موجودة على يوتيوب إنه خلال 5 دقائق تتعلم العود، خلال 10 دقائق تتعلم. مستحيل. إذا تريد تعزف أوكي. الريشة المقلوبة هي راح تصير عندنا بهذا التمرين، استخدام الريشة المقلوبة اللي هي دو ري دو 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3، يعني 8 7 8 صد رد صد. أوكي، فيصير عندك راح أعزفه بطيء لأن هذا التمرين كبير، يعني 1 2 3 4 5 6 7 8 8 خطوط. فيصير عندك دو ري دو دو ري دو دو ري دو دو ري دو ري مي ري ري مي ري ري مي ري ري مي ري مي فا مي مي فا مي مي فا مي مي فا مي فا صل فا فا صل فا فا صل فا فا صل فا صل لا صل صل لا صل صل لا صل صل لا صل لا سيلا. طبعا ناخذ عجب لا سيلا لا سيلا لا سيلا سي دو سي سي دو سي سي دو سي سي دو سي دو ري دو دو ري دو دو ري دو دو. هذا 4 ريش، هذا الجزء الأول بالتمرين. الجزء الثاني دو ري دو ري مي ري مي فا مي فا صل فا صل لا صل لا سي لا سي دا سي دو. ريشتين أوكي. دو ري دو دو راح نرجع هسه حاليا دو ري دو سي دا سي لا سي لا صل لا صل فا صل فا مي فا مي ري مي ري دو. أكمل هاي ريشتين وراي أكمل دو ري دو مي فا مي صل لا صل سي دا سي دو. أكو بيه ريشتين أكو بيه ريشة تصير مقلوب. بعدين راح تتقوى عندك على المترونوم، وهذا راح يصير لك دو ري دو التمرين يسمونه، حتى انا كاتب تواصل يحتوى هذا التمرين، انا يعني صعوده باستخدام شكلين ذات السن، يعني بالعلامات النوطه الموسيقيه. فتقعد اكو برنامج ايضا موجود، وهو هذا البرنامج يبطئ الفيديو مالتي يعني بالكلام، يعني انت اذا تريد شيء لازم شنو تكتبه وتوضحه بالدفتر على مود يكون عندك صحيح. فتحياتي لكم وبوساتي لكم، ولتنسوا اللايك والاشتراك، واللي حب يدخل دورة موسيقية أونلاين ينضاف إلى
شباب من الغالي، و مع السلامة. وموجود أسفل الفيديو رقم الواتساب. مع السلامة. السلام عليكم. لا تنسوا الإعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد إن شاء الله.